أتقدم باسمي وباسم آمر منطقة سبها العسكرية وضباط وضباط صف وجنود للمنطقة العسكرية سبها أن نبارك للشعب الليبي بالذكرى استقلال دولة ليبيا. كما لا يفوتني أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في وقوفه معنا لإظهار منتسبي منطقة سبها العسكرية بالصورة الحسنة خلال الاحتفال الذي أقيم في عاصمتنا الحبيبة طرابلس. ونخص بالذكر آمر منطقة سبها العسكرية الفريق ركن علي سليمان كنا لما بدله من مجهودات في سبيل المنطقة العسكرية سبها وعاشت ليبيا حرة أبية.